كل مدينة جينا واقفين قدام البرلمان تنحتجوا على التعديل اللي طرا على الماده 6 من شرح القانون 45/13 اللي تيهدف لتكريم مجموعه ديال المهن الصحيه من بينها مهنه الكاراتي اللي اصلا عندهم قانون اللي هو الله الشريف ديال 1954 الماده 6 اللي هي المعرفه بالمهنه ديالنا طرا عليها واحد التعديل خطير اللي تيفرق المهنه من المحتوى ديالها تحت الضغط ديال لوبي اطباء عيون القطاع الخاص اللي ما عندهم حتى شي مبررات يعني موضوعيه او منطقيه غير انهم تيمارسوا الابتزاز على الدوله لانهم على حسب الدور ديالهم في المجتمع والمنظومه الصحيه تتعاني من الهشاشه في بلادنا وهما تيزيدوا يفقموا وتيستغلوا هذه الوضعيه ديالتهم وتيمارسوا الابتزاز على الدوله باش تحقق لهم داكشي اللي بغاو فلا يعقل انه هذا مشروع القانون خرج بهذيك الماده 6 من وزاره الصحه سنه 2013 داز في البرلمان سنه 2016 وحنا اليوم في 2019 وتيديروا واحد الوقفه احتجاجيه اللي هي تنعتبروا احنا مجرد تمثيليه امام وزاره الصحه وتيستجب لهم فورا وتيدير واحد التعديل على هذيك الماده 6 وتيدير ملتمس للمجلس المستشارين اللي تيصوتوا بالاغلبيه الساحقه على هذا التعديل هذا فالامور راه واضحه وجميع المبررات ديالهم راه حنا فندناهم وعطينا الاجوبه لا بالنسبه للصحافه ولا للجهات المسؤوله. سلام. انتم متشبتين بهذا متشبتين بهذا المكتسبات اللي عندنا اصلا في القانون القديم وكنا تنطمحوا للتجويد ديال النص القانوني باش يواكب التطورات اللي طرات على هذا الميدان هذا على الصعيد العالمي فاذا بنا تلقاو بانه قانون ترجع بنا للوراء ترجع بنا 65 سنه للوراء يمكن هذه سابقه في عالم التشريع بانه تيكون واحد المهنه منظمه 65 سنه تيجي قانون تيحرمها كاع من القانون لانه دابا حنا اللي تيجمعنا بهذا القانون هذا مشروع القانون ماده وحده هي الماده 56 اللي تتقول الى خرج هذا مشروع القانون للوجود فانه تتنسخ القانون المنظم للمهنه ديالنا اللي هو 1954 اما الماده اللي تتعرف بالمهنه ديالنا فهي لا تعرف بمهنه لا تعرف بمهنه اخرى. شكرا السيد النائب رئيس النقابه الوطنيه ورئيس النقابه جهات مراكش شكرا لك.